اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. حفظوا بما رزقكم الله قال الذي أعدوا نصرح اليوم بما كنتم تكفرون. أيها الكافرين أرى أن عليا أو إبان تحمله للمسؤوليات الحزبية المختلفة. نشيع جثمان الراحل الأستاذ خالد الناصري اليوم الذي وافته المنية مساء أمس بعد معاناة مع المرض الذي لم ينفع معه علاج. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأسرته الكبيرة السياسية ولأسرته الصغيرة ولأصدقائه بأحر التعازي، متمنيين أن يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، ونستحضر مساره الحافل، مساره الأكاديمي والسياسي والحقوقي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نودع اليوم أب ورجل دولة عظيم من نكران للذات ومن طيبوبة ومن كاريزما ومن حنان ومن حب، نودعه. والحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول هو بالنسبة لنا واجب نتابع العمل دياله، سواء العمل النضالي ولا العمل الإنساني، نتابع النضال دياله باش يبقى الروح دياله بيننا في أطول ما يمكن. شكراً.